السلام عليكم المشاهد الكريم، احبابنا اصدقائنا، نتمنىكم بخير وعلى خير. اللي تيتفرج فينا واللي غيتفرج فينا مستقبلا، رمضان مبارك سعيد ان شاء الله عليكم جميعا. اليوم غنقدموا بريوات بالكفته ان شاء الله، وهي من اقتراح واحد الصديق ديال القناه. قال لي الله يرحم الوالدين، دير لنا شي حاجه سهله، يلاه عايش بوحدو الله يسهل اموره. قال لي بغيت نخربق شي تخربيقه، بغيت نصايب شي وصفه، ولكن ديري لي شي حاجه بسيطه نديرها. قلت لي صافي، اليوم ان شاء الله غنصايبوا واحد البريوات ديال الكفته، ساهلين ماهلين وخفاف وزوينين وبنان، وان شاء الله تفرج فيهم وتطبقهم، ما فيهمش بزاف ديال تفزليك وبزاف ديال هذا، ساهلين بامكان اي واحد يديرهم، يا ولد يا بنت، وان شاء الله تعجبكم ويطبقها هو وغيره. بالنسبه للدراري اللي كيسكنوا بوحدهم او يخدموا بوحدهم ومع مزوجين، شو داكشي باستطاعه الجميع يديرها، ما فيهاش بزاف تعقيدات، سهله جدا. وطلب هذا الشاب، وشكرا جزيلا متتبع، ونبداو ان شاء الله على بركه الله. المقادير، نبداو المقادير على بركه الله. عندنا 250 غرام ديال الكفته، عندنا جوج بصلات مشرملين ومشلضين، عندنا جوج حبات ديال الفلفل الاحمر، عندنا الفرماج الاحمر، عندنا باكيه صغيره ديال الشعريه الصغنيه، عندنا معلقه كبيره ديال الربيع مفروم، عندنا الكمون، الفلفله الحمراء، عندنا السودانيه، عندنا الابزار.
هذو هما البريوات ديالنا بعد ما قليناهم سيجار وبريوات، ان شاء الله يعجبوكم، خفاف وبنان وزوينين تيتحطوا في جميع المناسبات، وخصوصا الانسان تيتشهاهم في رمضان. يدخل لكم بالصحه والسلامه ان شاء الله، تجربوهم بساط بامكان الجميع يديرهم، وبشركم مباركه تدخل لكم بالصحه والسلامه. وما تنسوناش بالاشتراك والتعليق، ومرحبا بكم وصحتكم، والى اللقاء.